حبيبة لو سمحت الصوت عشان بس نستفيد يعني. والسيد المهندس أسامة حفيرة، نرحب بالسادة الحضور، السادة عمداء الكليات، السادة الوكلاء، أبنائنا الأعزاء، فلدت أكبادنا، من أجلهم وبهم نعقد تلك الندوات والمؤتمرات، نبني صروح العمل حتى يسعدنا حياة أفضل من حياتنا. والآن مع كلمة مقرر المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد الهنداوي، وكيل كلية التجارة